أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من حصة قراءة. ضيف اليوم مثقف موسوعي ومفكر كبير، كتيبة ثقافية متحركة. لم يكتفي بمشرة الجراح في غرفة العمليات في عمله كجراح فقط، ولكنه أمسك بهذا المشرط في التاريخ، في العلم، في الفن، في كل المجالات. يكفي أن أقول لكم أن ضيفي هو دكتور وسيم السيسي، صديقي وأستاذي. أهلا بك دكتور وسيم. أهلا وسهلا بك يا دكتور خالد، شكرا جزيلا على المقدمة الجميلة. منورنا في حصة قراءة النهاردة. جولة، عايزين نعرف العقل تشكل إزاي، عقل دكتور وسيم السيسي اللي بيبهر كثيرا من المشاهدين عندما يخرج في برنامج أو في ندوة. الناس دايما تتساءل طالب الطب ده اللي قعد يعني وقته كله بيبقى متاخد في الكتب زي ما احنا دايما شايفين في طلبة الطب، ازاي يقدر يبقى باحث في المصريات، باحث في مقارنة الأديان، في العلم الحديث، في الفن، في كل الكلام ده. هل هو تنظيم وقت؟ هو الحقيقة هي تبدأ بما نطلق عليه حب الاستطلاع أو curiosity، عندك فضول. فضول شديد جدا للمعرفة من وانت صغير. من وانا صغير حتى أذكر من بضعة سنوات كده كنت في يعني حلقة تلفزيونية، وبعدين المذيعة بتقول لي أظن كنت حضرتك تتمنى أنك أنت تعيش في عصر قدماء المصريين. قلت لها لا. قالت لي ما تحب تعيش في أي عصر؟ قلت لها قبل انتهاء البشرية بثلاثين أربعين سنة عاوز أعرف الإنسان الرائع العظيم ده هيوصل لإيه؟ هيوصل لإيه؟ لأن أنا يعني متوقع إنها يوصل يعني إلى ما لا يمكن أن نتخيله. فده كيوريوزيتي ده. وعشان كده يعني اهتمام من اهتماماتي إن أنا عضو في اللي هي الجمعية الأمريكية اللي هي خاصة هل نحن وحدنا في هذا الكون ولا لا، اللي هي بتاعت الأوتر سبيس سيفيلايزيشن. الناس متخيلة إنه دكتور وسيم السيسي لأنه يبحث في التاريخ الفرعوني والأديان القديمة وإلى آخره يبقى مش مهتم قوي بالمستقبل. لا بالعكس. ده إحنا ما نقدرش نهتم بالمستقبل إلا إذا عرفنا الحاضر والماضي. يعني التاريخ بالنسبة لك دكتور وسيم هو معمل؟ التاريخ بالنسبة لي هو وعاء للتجارب الإنسانية. أستفيد من إنجازاته وأتجنب كوارثه وانتكاساته. ما عودش في القفص بتاعه؟ لا، ما يسجنيش طبعا، لا ما يحنطنيش. بالعكس، ده اللي يقع في القفص بتاعه وما يعرفش تجارب التاريخ من قبل يقع، وإذا كان مسؤول عن شعب يوقع شعبه معاه، بل ممكن يوقع العالم كله معاه. يعني على سبيل المثال هتلر. هتلر ما قرأش لماذا هزم نابليون بونابرت في الاتحاد السوفيتي؟ بسببين: خطوط الإمداد لا نهائية، أيوة، ودرجة الحرارة 40 تحت الصفر. ما عرفش دي بعد ما أوروبا وخصوصا إنجلترا بعد ما وقعت دانكيرك أو شكت على أن ترفع الراية البيضة سابهم واتجه للاتحاد السوفيتي. اتهزم هزيمة نابليون بونابرت وجرجر العالم إلى 50 مليون ضحية من شباب العالم كله، وكل ده لأنه لم يقرأ التاريخ، نتيجة عدم الاستفادة من قراءة التاريخ. طبعا طبعا. انت قراءتك عشان الشباب اللي بيشوفنا دلوقتي، قراءتك بتشتبك مع الكتاب؟ يعني قبل ما ندخل ونستعرض الكتب دكتور وسيم السيسي، انا لو دخلت مكتبته الاقي معلم بالقلم وقاعد يحط سين وجيم وكده وكأنه بيشتبك مع الكتاب طبعا، ولا الكتاب ما يبقاش فيه حاجة خالص وزي ما اتاخد زي ما يرجع المكتبة؟ لا لا، ما فيهوش خدش. لا ده بالعكس. يعني احيانا، مره كنت قاعد في كازينو قصر النيل حتى كانت زوجتي معايا، وبعدين قرات واحد لرجال الدين المسيحي كاتب كتاب عن تحديد النسل وتنظيم الاسره، ولقيت كله كلام مش مظبوط.
فرحت مطوحه في النيل بقى له أجنحة كده وتحكيها لك هي انفعلت ورميت يعني ده ما ينفعش يعني من أول يعني فعلا يعني أنا مع الأستاذ عباس العقاد لما يقول كنت في الأول أنا صغير أقرأ الكتاب من الجلدة للجلد أما الآن ده عباس العقاد بعد ما نضج وكبر تكفيني صفحة من هنا وصفحة من هناك حتى أحكم على الكتاب في الجوهر واللباب فتقدر تحكم على الكاتب وتقدر تحكم على أفكاره وتقدر المهم كمان بالإضافة إلى الكيريوزيتي أن لازم الشاب يتمتع بأنبوبة اختبار من ودنه دي لودنه دي مكتوب عليها how when why what where اللي احنا بنسميها العقلية الجدلية التفكير النقدي العقلية دايماً النقدية تبقى دايما ناقد للي قدامك مش زي الاسفنجة مش اللي او ورقة النشاف في ودنك وتقعد تردده ودي اللي قال عليها حتى امير الشعراء في المسرحية الرائعة بتاعته اللي هي مسرح كليوباترا فبيقول انظر ديون الشعب كيف يوحون اليه بدأ الجو هتافا بحياة قتليه فيا له من ببغاء عقله في أذنيه يعني صحيح. اللي بيسمعه بيردده لا انت اللي تسمعه غربله انت اللي تسمعه صح ولا غلط ودي يمكن من الحاجات اللي ساعدتني في طفولتي كان والدي دايما يقول لي فكر اي حاجة تسمعها لا تقبلها انما فكر فيها واذكر حتى مرة والدتي قالت لي اعمل الشيء الفلاني تبقى ابن ملك قلت لها لو ما عملتوش هبقى ابن مين دايما كنت في العقلية النقدية فعلا مهم قوي يعني دي طبعا اعتقد ان احنا الحلقة النهاردة اللي هنعملها مع الدكتور وسيم السيسي هتفتح لنا المفتاح ده ازاي تبقى عقليتك نقدية اول كتب اختارها هي مجموعة كتب اختارها دكتور وسيم السيسي انا اندهشت لان احنا خاصة في الدين بنتربى وبنكبر وبنموت ونحن ليس لدينا أي فضول إن احنا نعرف عن الأديان الأخرى أي شيء توارثنا هذا الدين اتولدنا كده مكتوبين في شهادة الميلاد والبطاقة إن ديننا كذا النهاردة دكتور وسيم السيسي جايب القرآن الكريم والكتاب المقدس وبوزة تعاليم بوزة تعاليم رائعة التلاتة دول ايه اللي يجمعهم وسر اختيارك لكذا كتاب من دول والمهم المسيحي اللي اتولد مسيحي ليه عنده او المسلم اللي اتولد مسلم ليه لازم يقرأ الكتب الاخرى كتب لازم. الديانات الأخرى. لازم لان الحضارة هي قبول الاخر والحضاره هي رقه التعامل مع الانسان الاخر بغض النظر عن دينه ايه ولا عرقه ايه ولا جنسيته ايه ولا لونه ايه ولا ست ولا راجل ولا الكلام ده كله تمام تعريف الحضاره civilization جاءت من كلمه civility وكلمه civility افتح على القاموس عليها تجد مكتوب قصادها politeness ادب good manners and treatment to others رقه التعامل مع الانسان الاخر ويمكن ده اللي جذبني للحضاره المصريه القديمه الحضارة المصرية القديمة civilization حضارة وعشان كده كارين شوبرت عمدة برلين من سنة تقريبا قال جملة خطيرة جدا قال كيف كان سيكون شكل العالم اليوم اليوم لو لم تكن الحضارة المصرية القديمة ويؤكد ما ذهب إليه كارين شوبرت عمدة برلين ولا سباتش عالم المصريات البريطاني قال نحن في حاجة إلى قرنين من الزمان حتى نصل إلى هذا المستوى الرفيع من الحضارة الإنسانية في مصر القديمة اقرأ قانون الأخلاق في مصر القديمة اقرأ كيف كان المصري القديم يحفظ عن ظهر قلب عشان أمام 42 قاضي يمثلون 42 محافظة negative confession اللي هو الاعتراف الإنكاري positive confession الاعتراف الإيجابي 42 حاجة وحشة ما عملهاش 42 حاجة حلوة عملها من ضمن الحاجات الوحشة اللي ما عملهاش مش هنقول 42 ناس كتير عارفة موضوع لم ألوث مياه النيل ولا أكذب ولا مسرق ولا مقتل كل ده معروف إنما تعالى توقف عنده لم أكن سببا في دموع إنسان يا سلام صاد 42 قاضي لم أكن سببا في دموع إنسان ولم أكن سببا في شقاء حيوان يا سلام ولم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه ماء الله إيه ده
الله. يعني احترام الحياة في كافة صورها، في الإنسان، في الحيوان، في النبات، هذه حياة تعذبهاش. كان عنده هذه الفلسفة. يقول لك لم أتعالى على غيري بسبب علو منصبي، لم أرفع صوتي على غيري أثناء الحوار، ولو جيت للpositive confession أو الاعتراف الإيجابي كنت عينا للأعمى، يدا للمشلول، رجلا للكسيح، أبا لليتيم، قلبي نقي، يدي طاهرتان. إيه ده؟ إيه ده؟ طبعا إحنا بقى يقول إحنا محتاجين 200 سنة عشان نوصل، عشان نوصل للرقي ده، للرقي ده. احنا طبعا يعني لا يمكن هنفوت ان احنا قاعدين مع الدكتور وسيم السيسي وهنتكلم بالتفصيل عن هذه المرحلة من التاريخ اللي انا بعتبرها هي المعين الاول لكل الحضارات التي اتت بعد ذلك. كتب الأديان الإبراهيمية كما تسمى، توراة، إنجيل، العهد القديم، العهد الجديد، القرآن. تمام. لو احنا قلنا عايز تتكلم عن ايه نقاط مهمة بترسلها كرسائل في الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد؟ انا عاوز اقول من الديانات دهيا، اولا لازم نأخذ بحاجة مهمة جدا في التفسير، ان نأخذ ليس بعموم اللفظ ولكن بنزول السبب، بخصوص السبب زي ما بيقول. دي نقطة مهمة جدا، تفرق كتير. يعني تفرق ما بين واحد بعموم اللفظ، كفر الذين مش عارف لا يحكمون بما أنزل الله ولا آخر، يبقى دي يعممها على الكل. إنما لما يعرف إن دي نزلت إمتى والمين وعشان إيه، لما راحوا له جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام وراحوا له يقولوا له جماعة يهود، فقال لهم نزلت آية كيف يحكمونك وعندهم التوراة والإنجيل فيها حكم الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله اللي هي بيمسكوا فيها الجماعة اللي يعني فإذا دي نزلت لجماعة معينة في ظرف معين بيحلهم لكتابهم عشان كذا كذا، هنا بنقول بقى بنزول السبب مش بعموم اللفظ. والكلام ده حصل في التوراة، حصل منه أخطاء. يعني إحنا الوقت شايفين رؤية العين على الهوى، الأخطاء التي حدثت نتيجة التمسك الحرفي بالنصوص، بالنصوص بالنسبة للمسلمين في القرآن، خطرة جدا مسألة تفسير بعموم اللفظ. هل في التاريخ لو رجعنا لورا، هل قاس اليهود من ذلك؟ هل قاس المسيحيون طبعا من هذا التفسير الحرفي؟ طبعا. طب نعرف أمثلة من دكتور وسيم. يعني مثلا على سبيل المثال في سفر الخروج، موسى نزل من الجبل لقى هارون عجل ذهب ومش عجل ذهب، طب بدل ما تعاقب أخوك ساب أخوك، وبعدين يلتفت إلى قومه ويقول لهم ليقتل كل واحد أخاه وصديقه وتمتلئ أيديكم بالدم فتنالون نعمة من قبل الرب والآخر. تمام. مثلا موضوع الختان، حاجات كتيرة ما نقدرش. إنما اللي عاوز أقوله إن إحنا مفروض من قراءتنا للديانات الإبراهيمية ما نتفق عليه في قوانين الأخلاق كثير، وما نختلف فيه قليل. يا سيدي سيب القليل ده، هون خليه علاقة رأسية بينك وبين ربنا. إنما ما نتفق فيه وهو علاقة أفقية بيني وبين الآخر، ده الذي يجب. ووصل إليه يعني رجال دين مستنيرين، يعني مثلا محي الدين ابن عربي المتصوف في الأندلس في كتابه الفتوحات المكية، أما يقول لك قد كنت قبل الآن أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، يعني مسلم زي أصبح قلبي قابلا لكل ملة، دير لرهبان ومرى على غزلان، وهيكل أصنام وكعبة طائف، وإنجيل توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت كتائبه، فالحب ديني وإيماني. الله، دين الحب للكل. ما حدش يقدر يحب واحد ويكره واحد، لان هو نبع واحد، يا اما تحب الكل يا اما انت بتحب فئه معينه، انما لانك بتكره اخرين اذا اختلف معاك اللي انت بتحبه هتكرهه بعد كده. النقطه المهمه جدا مركز عليها دكتور وسيم، الاقصائيه. ممنوع ان تقصي انسانا لمجرد اختلافه عنك في الدين. مهم جدا مسألة كراهية الآخر التي انتشرت الآن نتيجة إن في أديان أو مذاهب مختلفة ساعات جوه الدين نفسه.
احنا هناخد مثال. انا اضيف بس لمحي الدين جبران، خليل جبران كمان تمام، يقول اغض الطرف عن اخطاء صاحبي اه واعفو عن عدوي او حسودي، واذا سالتم عن ديني فاني مسيحي احمدي بوذي يهودي. يا سلام يا سلام، نفس المعنى بتاع دين المهجر دول على فكره لازم ندرسهم كويس. الياس قنصل برضو يقول احلم بعيد امه محرره الاعناق من رق اعجمي، احلم بعلم من نسج عيسى واحمدي، وامن في ظل اختها مريمي. تلك المذاهب مزقت شملنا واودعتنا بين ناب ومنسمي. المنسم هو ظفر الجمل الجارح. وبين في الاخر بيقول بيت بس انا بعدله، بيقول سلام على كفر يوحد بيننا، واهلا وسهلا بعده بجهنمي. انا بغيره بقول سلام على حب يوحد بيننا، فالفرقة لفح من نار جهنمي. يا سلام يا سلام. ما اقدرش افوت ان الدكتور وسيم السيسي معانا، الجراح العالم، واقول ان الكتاب المقدس الكنيسة التي احتكرت في العصور الوسطى تفسيره جاءت عند جاليليو الذي يعتبر علامة فارقة ما بين تاريخي، نستطيع أن نقول العالم قبل جاليليو والعالم بعد جاليليو. حتة التفسير الحرفي، إزاي حصل الصراع ما بين الكنيسة وجاليليو في عجالة مع أن عندهم الكتاب المقدس، ولا يمكن أن الكتاب المقدس يؤدي إلى سجن وذل هذا العالم الكبير جاليليو. هو بدأت من قبل جاليليو كوبرنيكوس، ده برضو حرق، ده صدر امر بالحرق بتاعه برونو واتحرق يعني. كل ده لان الارض كرويه وانها ليست مصدر الكون او مركز الكون، ولكنها هي بتلف حول الشمس والاخر. وازاي هم كانوا بيعتمدوا على نص ايه يا دكتور وسيم في الكتاب إن الله المقدس؟ خلق الارض، وان الارض هي مركز الكون، وان الشمس هي اللي بتتحرك، انما الشمس ثابته، وان الارض هي اللي بتلف حواليها. لا رفضوا المسألة دي. فما جاء جاليليو برضو حكموا عليه بالحرب، بس هو كان ذكي فنصحوا بأنه يعترف أنه غلطان وأن الكتاب المقدس صح. فراح أمام المحكمة وشاهد وقال أنا غلطان، وطبعا الكتاب المقدس صح. ومعروف أنه وهو خارج من المحكمة صاحبه معاه همس في أذنه وقال له ولكن الأرض لازالت تدور. خففوا الحكم على جاليليو بدل من الحرق بثمان سنوات سجن، بس مش في السجن، في بيته يعني. تقرير يعني ان هو يلتزم بيته ما يخرجش منه. فنجا جاليليو بالاعتذار والآخر. طيب حدود التأويل، يعني احنا برضو بنقاسي الان من الجماعات الدينية المتطرفة اللي انتهت اخيرا منذ عدة ايام بالحادثة البشعة في مسجد الروضة اللي راح ضحيتها 310 كانوا بيتعبدوا لله في هذا المسجد. الحقيقة الناس مش قادرة تتصور وتستوعب إن إزاي ناس متخيلة دينها بعيدا عن جوهر وهو الإنسانية، كيف نستعيد هذه الإنسانية، وما هي حدود تأويل النصوص في كل كتب الأديان الإبراهيمية؟ هو معروف إن في حاجة اسمها التفعيص في التفسير، بمعنى إن مثلا دمنهور تقول أنت مش عارف إنها مثلا مدينة الإلهة حتحور، يوم واحد يجي فن كده أصل دي كان حصلت معركة والدم كان بقى نهور فسميت دم نهور، دم نهور ده اسمه تفعيص في التفسير. أو يجي يقول لك الفيوم هو مش عارف إنها بيوم يعني مستودع المياه، فيجي يقول لك الفيوم يعني اتبنت في ألف يوم، كلام فارغ كله ده اسمه التفعيص في التفسير. ففي ناس تفعص
في التفسير، تقعد بقى يعني تطلع تتزيد. إنما أنا دول سميهم الناس دول الناس في أوهامهم سجناء. أكبر مثل في التاريخ اللي يدل على الناس في أوهامهم سجناء عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الرجل الإمام العظيم علي بن أبي طالب. صحيح. لدرجة وهم بيقطعوا أطرافه ما فيش يعني لسانه يلهج بذكر الله، ولما جم يشدوا لسانه عشان يقطعوه بكى، قالوا احنا قطعنا كل حاجة فيك ما بكيتش، اشمعنى ده؟ قال لهم حتى لا أقابل الله ولساني لا يلهج بذكره. فاكر ان هيقابل ربنا ويروح الجنة وهو قاتل علي الإمام علي بن أبي طالب. يا سلام. يبقى ده في أوهامهم سجناء ولا ده لا؟ ده الخليفة عمر بن الخطاب اختاره عشان يعلم المصريين القرآن. اتفضل. عبد الرحمن بن ملك ده بقى فاكر هيدخل الجنة لأن قتل علي علي بن أبي طالب. الناس في أوهامهم سجناء. سجناء. صحيح. صحيح. هؤلاء الناس. لا يا أخي، طب ما أنت عندك من قتل نفس بغير نفس. كأنه قتل الناس جميعا. ومن أحيا نفسه كأنه أحيا الناس جميعا. ما الكلام ده إيه؟ إزاي؟ وناس بتصلي وناس ما تجيش، إنما طبعا دخلوا في ذهنه كذا يمكن على أساس نعمل الخلافة العظيمة. ونرجع برضو مرة تانية، ده برضو تقصير من الإعلام والتعليم. أنت سهل قوي يعني تلغي فكرة إقامة خلافة مرة تانية منك أنت تعرض يعني تعرض تاريخ الخلفاء. أنا عندي هنا هون المقريزي وعند الصيوطي وعني حاجة مرعبة لما تقرأ. لما تقرأ واحد مثلا زي الوليد بن يزيد بن معاوية عمل إيه؟ أما مجموعة من الفقهاء قعدوا حواليه وعارفينه كان فاجر، رجل فاجر. فالقرآن الكريم مسكوه وقالوا له وبشرك كل جبار عنيد بعذاب أليم. قال له اديني الكتاب. دور بصل قال له أتوعد كل جبار عنيد؟ أنا الرجل العنيد. إذا قابلت ربك يوم حشر قل يا رب مزقني الوليد. وفي رواية أخرى خرقني الوليد، يعني انتاشوا بالسهام. بالسهام. وده واحد الخلافة الخليفة التي يطمح إليها من قتل وبلاش يزيد هزي. اللي عمله لما يجيب رأس الحسين ويقعد يعمل فيها كده بقضيب من حديد ويقول بيت الشعر بتاعه اللي هو خطير مش عاوز أقوله يعني لدرجة أن واحد من الموجودين بكى وقال له لو كنت رأيت رسول الله كيف كان يقبل هذا الرأس اللي هو رأس الحسين لما فعل أمر بذبحه على طول وقتله خليفة يزيد ادي يزيد ومعاوية وغيره 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 يعني حتى تاريخ العباس اللي هو السفاح ده يوم ما مسك الحكم كل اللي فاضلين من أمراء بني أمية دبحهم وحطهم تحت البسط ويتعشى هو واللي معاه ويقول هذا أهنأ عشاء لي في حياتي ألا والجثث تتلظى طبعا يعني من تحت منه وما يكتفيش بهذا يطلع كل الجثث بتاعك من اول معاويه من المقابر من المقابر ولقى الجثه بتاعت مروان بن الحكم لسه يعني طبيا معروفه بالسابونيفيكيشن اللي هو التصبن الرمي بطاريه الجسد طري لسه طري عشان بيفرز عليها ماده صابونيه تمنع التحلل بتاعها امر بحرقه سفاح الى هذه الدرجه قال انا السفاح المبيح حتى لما راس معاوية ملقوش فيها إلا حتة في الجمجمة ولا بتاع إيه ده؟ دول ناس ماتت وانتهى هذه الخلافة يا سيدي خلافة مرعبة طب إحنا ما بنعرفش أولادنا ليه الكلام ده أمال الداعشيين دول اللي عايزين الخلافة هل لم يقرأوا هذا الكلام اللي بيقوله الدكتور وسيم؟ هم ما بيقروش خالص وإنما هو اللي عاوز يبقى في إيده السلطة عارف يمكن الكلام ده بس ما بيقولوش إنما هي الفكرة كلها ان بيستخدم الدين عشان خاطر يوصل بس عشان كده حتى ابو العلاء لما قال وصف الحاله الدينيه التي كان فيها في العصر العباسي تاني كانه يصف حالنا الان قال فتشت عن اصحاب دين لهم نسك وليس لهم رياء وجدت يا ابو العلاء وجدت البهائم لا عقول لها تقيم لها الدليل ولا ضياء واصحاب الفطانه في اختيال كانهم لقوم انبياء أما هؤلاء فأهل مكر وأما الآخرون فأغبياء أهل مكر وأغبياء بس طيب حضرتك جبت تعاليم موزة ممكن تلاقي شباب كتير قوي من اللي بتفرج علينا يقول بقى الدول بتاعت آسيا دي اللي لا تعرف أديان من وجهة نظره ليس عندها أديان
بس احنا لما بنسافر هناك بنلاقيهم ناس مؤدبين قوي واخلاقيات رفيعه وبيخافوا قوي يقربوا من تعاليم بوذا. يقول لك اصل ده راجل هم بيشوفوا تماثيله وكده ومش متخيلين ان بوذا ده من الممكن ان يقول حكما اخلاقيا. تفسيرك لده ايه؟ هو شوف الانسان انتقل من الانسان البدائي اللي كان الصبح فوق الشجره وبالليل في الكهف يستخبى الى انسان متحضر باتنين من القوانين، قانون الهي جنة ونار، هحرقك اذا ما مشيتش صح، هديك جنة رائعة وتبقى جميل جدا كويس، وقانون وضعي هديك حرية مطلقة وتتحرك واديك مناصب واديك زي ما انت عاوز، اذا مشيت صح هدخلك السجن او اعدمك حتى اذا مشيت غلط. القانون اولا لان من القانون يتأتى السلوك، واذا تجذرت السلوك تأتي الاخلاق، مش الأخلاق العكس. القانون أولا، قانون أولا، أولا هو القانون. عشان كده جونار ميردال وهو نوبل برايز وينر واخد جائزة نوبل من أعظم الرجل سويدي من أعظم العقليات السياسية الاقتصادية، له كتاب اسمه إيجين دراما. في هذا الكتاب الدراما الأسيوية، في هذا الكتاب في تشابتر صفحة 267 التشابتر ده اسمه The Soft States، الدول الرخوة اللي احنا نسميها دول فاشل. فبيقول ايه في التشابتر ده، بيقول كما ان ألبرت أينشتاين فتح عالم المادة على الطاقة والطاقة على المادة بثلاث كلمات لما قال الطاقة تساوي كتلة في مربع سرعة الضوء. انا عاوز اعرف في ثلاث كلمات العامل المشترك الاعظم في الدول الفاشلة هو ايه. طلع بثلاث كلمات غياب سيادة القانون. غياب سيادة القانون هي الدول الفاشلة كده، غياب سيادة القانون. يعني ما قالش وشرحها بثلاث جمل الاقتصاد لا 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 لا، غياب سيادة القانون وشرحها بثلاث جمل. عدد القضايا بالنسبة للسكان كتير جدا، البت في الأحكام بطيء جدا، قدرة الدولة على تنفيذ الأحكام النهائية عاجزة جدا. وإحنا ده اللي عندنا بكل أسف، الثلاثة موجودين. الحضارة المصرية مفيش حضارة قعدت 5000 سنة زي الحضارة المصرية بسبب إيه؟ القانون. وده اللي قاله محمود السقا أستاذ القانون في كلية حقوق جامعة القاهرة في كتابه العظيم اللي هو فلسفة وتاريخ القانون مصر القديم. كان القانون في مصر القديمة عالميا في مراميه، عادلا في أحكامه، صافيا في موده، دهشة للمؤرخين. ليه؟ قام على دعامتين: العدل أساس الملك بين الحاكم والمحكوم، العدالة الاجتماعية الكل أمام القانون سواء بسواء. طيب نعود لبوذا، ماذا جذبك في تعاليم بوذا؟ بوذا ما قالش أنا نبي وما قالش ربنا قال لي، هو كل اللي قاله ان التعليم انك انت تبقى كويس وانك انت تصبر على اخطاء الناس وانك انت تتسامح ولا هي كلها تعاليم اخلاقيه من اولها لاخرها، جاءت من قبل في مصر القديمه وجاءت من قبل في الحضاره الصينيه، يعني كلها هي تكرار لهذا. يعني هو بوذا ما كانش، انما هو كان رجل امير ويمكن الناس ما كانش محارب. لا 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 لا، ما كانش لا 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 خالص، ده ساب كل حاجه، ساب القصر اللي كان عايش فيه وكان اميرا وساب الدنيا كلها من اولها لاخرها وراح يتعبد تحت شجره وابتدى يدي الحكم بتاعته واصبح له اتباع اللي هي البوذيزم اللي هي البوذيه اللي هو الكتاب بتاعه. فقانون اخلاق، قانون اخلاق ليس فيه اعتداء على الاطلاق. طب حتى يعني الملاحظ ان هم رغم ان دمروا التمثال بتاعه العظيم الذهبي ده كله يعني ما جاش رد فعل مثلا من اخرين مثلا على مسجد او على مسلم او على اي حاجه من الحاجات دي، يعني لان متشربين يعني تعاليم متشربين بان لا ترد. يقول لك ليس الشر بالشر، لان الشر بالشر يعني، ويقول لك عين بعين يخلق عالما من العميان. لا، انت لازم تقابل الشر بالخير عشان تقطع الدائرة الشريرة دي من الاول. طب الحتة الاخلاقية او الجزء الاخلاقي اللي احنا دايما بنشوفه وبنشيد به بعد اي زيارة لأي دولة اسيوية او اليابان الصين الدول دي ناتجة عن هذه التعاليم اللي موجودة في البوذية والشنتو ولا برضو من القانون؟ قانون القانون طبعا،
طبعا يعني دكتور وسيم السيسي حاطط القانون الاول اساس. طبعا لان من الممكن انهم برضو بهذه التعاليم وتصبح دوله فاشله طبعاً. ودمويه طبعاً. وكل شيء قانون وضعي. والقانون الوضعي على فكره ما يختلفش عن القانون الالهي. يعني عندك بس السنوري باشا لما عمل القانون عدل شويه في قانون 1923 وفي سنه 54 عمل القانون مدني و اللي هو اللي هو الجنائي والمدني مو المدني فالجنائي المدني اظن كان في 1450 ماده ما فيش غير ماده واحده بس تختلف عن الشريعه اللي هي بالتقادم في الشريعه التقادم 45 سنه هو عملها 15 سنه الباقي كله ماشي ماشي جاب بالنسبه للقانون الجنائي هي بس كل ما هنالك التعزير غير التعزير وحده التعزير اللي هو يعني بدل ما قطع اليد يبقى مثلا من الممكن ان الحاكم يحطه في السجن فهو وحد بس العقوب بس ما تختلفش. فزي ما انت شايف القانون الوضعيه هي نفس القانون اللي يعني تختلفش. ما يلعبوش على نقطه اصل احنا دوله ما بتطبقش دولة الشريعه احنا دوله ما بتطبقش الحدود احنا لا لا دوله لا. المسألة لا 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 طبعا في هذه الحلقة. وبعدين بقى لما نيجي نقول تطبق الحدود ازاي ده انت ما تيجي تطبق حد السرقة ما تمشيش ده انا لو دخلت بيتي لقيت حرامي مثلا ما اقدرش يعني يطبق عليه الحد ليه لانه لم يخرج بالمسروق على سبيل المثال هو حتة لو سافرت ورجعت لقيته سرق البيانو وسرق التلفزيون وبتاع لا يطبق عليه الحد لانها ادوات لهو وافساد. اذا واحد سرق عجل من عند جزار لا يطبق عليه لا سرق العربيه ما فيش حد سرق الكاسيت اللي جوه العربيه ممكن في حد لان في حرز يعني جوه حاجه طبعاً. المختلس من البنوك ما فيش حد يعني المساله وبرضه حد الزنا والى اخره عشان كده الحديث الجميل اللي هو يقول لك ادرأوا الحدود بالشبهات صح سليم وقال سليم. كمان ايه الحدود تحمل في طياتها موانع تنفيذها يعني ازاي تثبت زنا اربعه لازم يبقى اربعه موجودين واربعه موجودين طب كان زمان الحادثه الوحيده اللي هي الخيمه اللي طارت دلوقتي كلها جدران اسمنت هتطير ازاي وبعدين يقول لك اربعه شافوا من ده دايوس وده اللي يقام عليه الحد يعني وده من رحمة الله يعني إنها سليم. الحدود تحمل في طياتها موانع تنفيذها إلا في الضرورة القصوى إنما مش معنى هذا ما فيش عقوبة في عقوبة التعزير اللي هي اللي حضرتك بتقول للسنوري يعني كل بس كل قاضي على مزاجه بقى ده عقوبة كذا وده عقوبة كذا إنما غير الحد فكل اللي عمله القانون الوضعي إنه وحدها عشان مش كل واحد يبقى قبل ما ننتقل للكتب التانية الدين خلق للإنسان أم الإنسان خلق للدين؟ لا طبعا للإنسان الدين خلق للإنسان طبعا. ولا احنا الله خلق الأرض قبل الإنسان تمام مش كده؟ وبعد الإنسان خلق له الدين حتى ينظم حياته فإذن الدين للإنسان الدين للإنسان طبعا ده أنا يعجبني حسين بهراز ولو انها الى حد ما صادمه ده راجل ايراني يقول ايه ايران هي امي والديانه المحمديه هي زوجتي استطيع ان اطلق هذه ولا اطلق تلك وده اللي قاله عبد المطلب اظن لما راح لابراهيم الحبشي قال له فين وطني اللي هو قال له فين جمالي ما هو جماله هي وطنه قال له انت جاي تسال على جمالك وسايب البيت قال له للبيت رب يحميه للبيت رب يحميه سليم. انما انا وطني وعشان كده الاوطان قبل الاديان وانا كتبتها كذا مره مصريتي قبل مسيحيتي مصر اولا بتعلنها الدكتور وسيم السيسي يقول مصريتي قبل مسيحيتي طبعا ولا يتعارض هذا ولا يقلل رب يحميها اللي حماها السنين دي كلها ما يكمل وهذا لا يقلل من تدينك وإيمانك هو اللي محتاجني وطنك هو اللي محتاج طبعا نعود إلى أصل الوطن فجر الضمير هذا الكتاب الذي تردد دائما أنه شكل جزءا كبيرا من وجدانك وعقلك طبعا لماذا
فجر الضمير كعنوان، لماذا سماه أو سمى المرحلة دي فجر الضمير؟ هل نحن كفراعنة نحن فجر الضمير لهذا العالم كله؟ طبعاً. إزاي؟ طبعاً العالم كان ظلمة كله من الأول لآخر، جاءت مصر ونورت الدنيا، نورته بالضمير، عرفت الإنسان أن هناك حياة بعد هذه الحياة. العالم ما كانش يعرف كده، ده إلى عهد قريب، عهد السيد المسيح، كان اليهود يعتقدون أن الأرواح تذهب إلى أرض الظلمات اللي كانوا يسموها أرض شيول. ليه أرض الظلمات؟ لا ثواب ولا عقاب ولا حساب ولا كلام ده. مصر هي اللي عرفت العالم. يكفي أن تعرف أن كلمة دين كلمة مصرية قديمة من دي أو ديو يعني خمسة، والنون النون وما يعلمون، النون الأزلي معناها شعيرة دينية، فدين معناها شعيرة دينية خماسية. كانت الشعيرة الدينية الخماسية في مصر القديمة قائمة على التوحيد منذ الأسرة الأولى، واو واحد أحد نوس نو ليس له ثاني، أو يانوك نيتر أنا الإله، واو واحد أحد خبر داس أف موجد نفسي بنفسي، نن نط لست سنو أف ليس لي كفوا أحد، أو زي أكتر من كده. وبعد كده نقول عباد أوسان ومش عباد أوسان، ده ما في كلمة في الديانات السماوية الثلاثة ما كانتش في مصر القديمة اللي الصهيونية العالمية بتتهمنا وتتهم أجدادنا العظماء اللي نوروا العالم كله، نمرة واحد بالصخرة ما أنها كانت قائمة على العدالة، ونمرة اتنين بعبادة الأوسان. الأوسان إيه يا عم؟ ده الأوسان دي عندكم أنتوا مش عندنا إحنا، ده إحنا نعرف الإله الواحد، ده كانوا في صلوات الصلاة الربانية اليومية عندهم أيها الواحد الأحد الذي يطوي الأبد، يا مخترق الأبدية، يا مرشد الملايين إلى السبل، يا من يجعل الجنين يكبر في بطن أمه، لم ألحق ضررا بإنسان ولم أتسبب في شقاء حيوان. عاوزين أكتر من كده؟ توحيد. كلمة صوم كلمة مصرية، لا بلاش كده وكده، أوري لك الصور، ودي أنا عرضتها في أكثر من مكان. حضرت يعني المحاضرة لحضرتك في صالون الدكتور عكاشة. يعني كانوا يصلون بدأنهم لل، وبعدين ما نستغربش، ده القرآن الكريم نفسه هنا مريم 56 أذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديقا نبيا. طب ما إدريس 5500 قبل الميلاد، يعني قبل الديانات السماوية ب3000 سنة. قبل الديانات السماوية ب3000 سنة. وما من أمة إلا وأرسلنا لها رسولا، قرآن كريم. وما من رسول إلا وأرسلناه بلغة قومه، قرآن كريم. والخضر كان مصريا، ولقمان كان مصريا. أولئك الذين يخرون للأذقان سجدا، ما حدش بيسجد بدأنا غيرهم، القرآن جابهم أهو، حتى يواجهون الإله بوجوههم، أولئك الذين يخرون للأذقان سجدا دول. ولهم إمام اسمه إمام بالمصر القديم أصبح دلوقتي، ونجد الملك مينا رايح بير دوة، بير يعني بيت، دوة يعني الوضوء، بيت الوضوء، وتلميذه ورا منه شايل له أبريق مية وتشب تشب اللي احنا بنسميها شبشب دلوقتي اللي هو المداس بتاعه، عشان يرجع ويبقى الامام لهؤلاء المصلين صفوف صفوف، والصوره اقدر اجيبها لك دلوقتي يعني موجوده وفي تل العمار. فاذا هم اللي نوروا العالم، عرفوا قانون الاخلاق واتكلمنا عنه من شويه، وعرفوا ان هناك حياه بعد هذه الحياه. ده كان عندنا البرديه بتاعت اني، وانا عندي صوره منها جايبها من المتحف البريطاني، طولها 24 متر، في ازاي ان اني يساق لمحاكمه الروح، وفي ملاك هو اللي مسكه عشان يمشيه، وفي القران الكريم وما من نفس الا ولها سائق، يعني دي اهي. وبعدين وهو رايح هناك، لا تشهد علي يا قلبي، لا تشهد علي يا قلبي، القران الكريم يوما تشهد عليهم ايديهم وارجلهم، يعني الاعضاء تشهد على اصحابه يا اخواننا، ما هو بس ده بيقول لا تشهد علي قلبي، وده بيقول لا تشهد علي يا ايدي ويا رجلي. يعني ما إذن ده فجر الضمير فعلا. طبعا فجر الضمير. وبعد كده اما بالاعتراف الانكاري والاعتراف الايجابي والانكاري، بعد كده وانتحوت رب المعرفه، ريشه العداله في ناحيه ورمز القلب في ناحيه اخرى، لابد ان اعماله الطيبه بعد ما يذكرها هي التي ترجح الريشه. الكفة بتاعتها إذا ما رجحتهاش يبقى برضو، ومن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه نار هاوية. وبعد كده ما يعلن أن الأزير أو المرحوم قلبه نقي ويداه طاهرتان، يعلن أوزايروس بقى، أوزايروس اللي هو إدريس، أدريس هو إدريس، يعلن يكتب اسم
أدير في سفر الحياة ويأتي لسان يميني. هذه اليمين من 5000-6000 سنة عمالين نقول يمين ومش يمين وبتاع، واسمها بالمصر القديم ايه يمين دي؟ يمنتا. يمنتا. طب زي ما هم هجموا او انتقدوا الحضارة الفرعونية، يقول لك حضارة اوسان وحضرتك فنت هذه المسألة. كتاب اخر، كتاب الموتى او الاسم الاخر له بر امهرو. بر يعني الخروج، حتى الله تلاقي تقول له اخرج بره. بره انت بتترجم كلمة بره. اخرج ببر دي مصرية أيوه. قديمة بره دي أيوه. بر ام ده حرف جر، هيرو النهار، النهار. الخروج الى النهار، الى النهار. هل ليست تهمة من ضمن التهم ان الحضارة المصرية القديمة غارقة في تمجيد الموت؟ تمجيد الايه؟ الموت. بتتكلم عن الموت كتير. الاهرامات هي مقابر كبيرة. حضارة يعني ما يقال حضارة غير محبة للحياة، زي الحضارة الإغريقية كده اللي كانت دائما فيها حركة وحياة، وحتى دائما يقارنوا بين التماثيل، يقول لك التمثال الإغريقي مليء بالحركة، التمثال الفرعوني ساكن وليس فيه الحيوية بتاعت التمثال الإغريقي. الكلام رد دكتور وسيم على هذه الاتهامات، الموت والحياة والحركة والحيوية. أنا جاردنر، قال لم أجد شعبا محبا للحياة ولا استعداد أن ينفق كل ما يملك من أجل الاستمتاع بها مثل الشعب المصري. مين اللي عرف العالم السلم الموسيقي خماسي أولا ثم سباعي بعد ذلك؟ مصر. مصر. مين اللي عرف العالم الرقصات كلها من أولها لآخرها بما فيها البالي دانسر اللي هي الرقص الشرقي؟ هز البطن إلا مصر. يعني لدرجة رقصة الباليه، رجل ألماني لقى صور الراقصات، صورة تختلف عن التانية، عمل 300 صورة من كل واحدة وعمل لها، حولها من فوتوغرافي إلى سينماتوغرافي، عمل أنيميشن رقصة الباليه، عمل لها حركها، حركها بقى عمل 300 صورة من كل صورة وراح عملها سينما، طلعت واحدة بترقص اللي هي رقصة الباليه. فمصر عرفت رقصة الباليه، كل أنواع الرياضة بما فيها كرة القدم عرفتها مصر، وكان هناك مباريات ومباريات دولية وآخر. حب الحياة هو اللي عمل العلوم دي كلها. الإغراق في الدين مش هيخليه يعرف يعمل عملية كاتركت، عملية مية بيضة. أول من عمل عملية مية بيضة هم قدماء المصريين. ده من 6 أشهر كان صديقي الدكتور يوسف رفعت صيدلي، وابوه صيدلي وجده صيدلي، فبيقول لي كسفت، هو واخد جنسية أمريكية، فقال لي كسفت كسوف. قلت له ليه؟ قال لي من شهرين رحت عملت كاتركت في أمريكا، فالجراح الأمريكي داخل كده أديه معقم على دكتور جوزيف، قال له يس، قال له مين أول واحد عمل عملية كاتركت؟ قال له I don't know، أنا ما أعرفش. قال له your grandfather، جدك. قال له جدي كان صيدلي. الرجل انفجر ضاحكا، قال له جدك من 4000 سنة هو اللي عمل المية البيضة. هم اللي عملوها. والتربانة أعتقد هم كمان. التربانة هم اللي عملوها. يعني أنا بعنية دهيا في المتحف البريطاني قسم المصري، أول حاجة تقابلك صندوق إزاز وفيه جمجمة ومعمول فيها تربانة ومكتوب عليها عملية ترفاين أوبريشن من 4000 سنة مضت، والمريض عاش لأن البريوستيوم كسى على الأجس بتاعة الحتة دهين قدام على الحواف، على الحواف، يبقى ده عاش قدام 2 ستات بريطانيات. تقوم واحدة تقول لها look at that brain surgery 4000 years back، 4000 سنة فاتت جراحة مخ، كنا فين؟ قالت لها في الكهوف، في الكهوف. يا سلام، هم كانوا في الكهوف، يبقى الناس في الكهوف واحنا بنعمل عملية تربانة، وتيجي ويجي يقول لي حضارة موت اللي بيب ده ارشيبالد وتشيز ومانج وبيل، 4 علماء في الرياضة جمعوا 36 وثيقة أصلية في الرياضيات المصرية وقسموها إلى رياضيات خاصة بالدائرة ورياضيات خاصة بالمثلث. ومن الرياضيات بتاعت الدائرة من 3500 قبل الميلاد وجدوا الباي 22/7 اللي لغاية النهاردة لا أينشتاين ولا بوهر ولا كيبلر ولا يانج يقدر يمشي معادلة من غير ال 22/7. من يبهر دكتور وسيم السيسي، التمثال الفرعوني أم التمثال الإغريقي؟ لا طبعا، لأن التمثال الفرعوني وراءه معنى، وراءه يعني تقدر تعرف الكثير. ما يبقوا الرجلتين جنب بعض، يعني ده مات،
واحدة كده واحدة كده معناها لسه عايش. يا حركة الرجلين نفسها لها معنى طبعا. كل حاجة لها معنى. مثلا على سبيل المثال لما تبص يعني عباس محمود العقاد مهر بالتماثيل اللي له كتاب اسمه فلسفة الجمال. ويقول لك كان الجمال في الدول المحيطة بمصر كانت أساورهن صوامت لأن ذراعيها شبعة يعني السورة ما تخبطش في التاني لأن ذراعها مشهورة وخلى خيلهن صوامت لأن سوقهن جمع ساق شبعة رجلها فالخلاخيل ما تخبطش في بعضها وإذا نهضنا تيجي تقوم من على الكرسي تعثرنا لثقة الأردافهن الأرداف تقيلة جرها تاني ده حتى أحد الشعراء مبسوط أو من حبيبته فبيقول من كحبيبتي هي كالبدر إن بدا تمر اليوم من الباب فتمر أردافها غدا من كتر الضخامة تجر في الأرداف بتاعتها على طول عباس محمود العقاد يقول لك كان هذا هو مقياس الجمال عند الدول المحيطة بنا بل كان هو جواز الدخول إلى عالم الزواج إذا ما كانتش مربربة وكده ما تتجوزش لدرجة أحد الشعراء بيتعوز من البنت النحيفة أو الست النحيفة يقول أعوذ بالله من زلاء ضاوية كأن ثوبيها علق على عودي عباس محمود العقاد يبص للجداريات ويقول انظر إلى نفرتاري أو انظر إلى نفرتيتي تكاد الواحدة منهن تطير من فرط الخفة والرشاق وهذا هو الجمال المصري القديم الذي عاد إليه العالم في القرن العشرين. طب كويس إن حضرتك ذكرت حكاية المرأة. إحنا بنعاني كثيرا جدا من أفكار متسلطة على أذهان الرجال أن المرأة دون الرجل هي مفعول به على الدوام أوضاع كثيرة ونصوص كثيرة دينية يأخذونها على يعني تكئة لاضطهاد وقهر المرأة. المرأة الفرعونية في عجالة كان وضعها إيه؟ كانوا يسمونها صانعة النساء والرجال وكانوا يطلقون عليها شريكة الله في الخلق. الله يأمر بالروح ويكمل. يا سلام، شريكة الله في الخلق وكانت على قدم المساواة. لما الأب يموت الذي يقوم بتوزيع الثروة بين الإخوة الصبيان حتى وإن كانوا أكبر منها هي الفتاة أو البنت. ده الأخطر من هذا إن كان في بند الزواج وثيقة الزواج بند يقول إذا هجرتك كزوج أرد لك مهرك ونصف ما جمعناه في حياتنا الزوجية ما خلها. وكانت المرأة أولا ما كانش فيه محاماة، المحاماة دخلت مصر سنة 31 قبل البلاد بدخول الرومان، إنما كل الأسر يعني الحضارة المصرية كلها ما كانش في حاجة اسمها محامي. فكانت المرأة تذهب تشكو أو الراجل يذهب يشكو للمحكمة. فإذا ذهبت المرأة تشكو من قسوة الرجل باليد أو اللسان، شو بقى اللسان؟ يعني اللسان اللسان قسوة يعني الوقت التحرش اللفظي، تحرش لفظي يعني أي حاجة أو شتمها. ينذر أول مرة، يجلد ثاني مرة، يخلع ثالث مرة فورا على طول. قانون. كانت على قدم المساواة في كل شيء، كانت ملكة وكانت أميرة وكانت موسيقية وكانت راقصة وكانت عازفة وكانت طبيبة. ده كان بيسي شت في الأسرة الثانية أو الثالثة كانت بتزرع أسنان. أسنان تزرع. يا سلام. أعتقد إن المجلس حضارة موت ومش حضارة موت. أعتقد إن المجلس القومي للمرأة يحتاج إلى مكتبة فرعونية كاملة كي يبرزها أمام المجتمع المصري ويقول لهم جدتكو كانوا عايشين أفضل بكتير قوي قوي من الحفيدات. أنا مش عارف أقول لك يا دكتور وسيم، فيضان الأفكار مخليني أستسمحك وأطلب من حضرتك حلقة تانية، لأن إحنا لسه أنا تجولت في المكتبة. هي طبعا المكتبة عايزة 50 حلقة، لكن إحنا بنستسمح حضرتك في حلقة أخرى بإذن الله. وجزيل الشكر لك، وإلى الحلقة القادمة مع دكتور وسيم السيسي وحصة قراءة جديدة. لا توجد نظرية علمية مكروهة في هذا المشرق مثل كراهية نظرية التطور.
داروين النهاردة اتعملت إحصائية بين 1000 من العلماء، طلعوا 999 بيقولوا داروين صح. عرفت فرق فودة ازاي؟ قابلته ازاي حصل هذا القرب الفكري؟ الرجل فكره متقدم جدا، واذا قرانا قبل السقوط يقرا ما نحن فيه الان. الهرم قبل ابراهيم عليه السلام ب 1100 سنه، الهرم 2800 بي سي قبل الميلاد، يبقى انت وابراهيم 1700. يبقى انت يعني كسليل ابراهيم لا يمكن ان تبني الهرم. الحب ليس بالصداقه، وان كانت الصداقه احد عناصره، لان الصداقه اقوى ما تكون بين اثنين من جنس واحد، رجل ورجل، امرأة وامرأة، والحب لا يكون أقوى ما يكون إلا بين جنسين مختلفين. بينما الغريزة في الحب هي على نطاق التخصيص والتمييز، إنسان بعينه لإنسان بعينه. أنا شخصيا كان نفسي أعرف تعريف الحب ببساطة، ولكن الدكتور وسيم السيسي أعطاه بمنتهى البساطة.